طبعاً هي حق المنتخب الأولمبي. المنتخب الأولمبي طبعاً تم اختيارنا كتقريباً 30 لاعب. يعني سبب الاختيار قلت لك احنا كنا يعني مميزين في فرقنا. طبعاً بالنسبة حق الصعوبات اللي واجهتها في المنتخب، طبعاً المنتخب تدري التزام كامل غير عن النادي. يعني لما أقول لك التزام كامل يعني أكثر من العسكرية، فوق العسكرية كنا. طبعاً في سنة 96 جانا المدرب البرازيلي، وكان يعني غير الفريق من إلى من الطريقة الأوروبية واليوغوسلافية وإلى الطريقة البرازيلية. غير سيستم الفريق من إلى، حط النظام بشكل ما تصور. طبعاً انتقالي نادي العربي في سنة 99، مر الانتقال في مراحل من شهر 1 إلى شهر 6. يعني أنا أتذكر جاني بفوزان، عندنا جار لي في الروضة بفوزان الفوزان عضو في نادي العربي، فطق يعني البيت وقال لي نادي العربي يبونك تنتقل نادي العربي، تينا نادي العربي. طبعا حلم كل لاعب في الأندية، أنا أقول لك الأقل جماهيرية، إنه يلعب في نادي جماهيري. قلت له بالعكس، أنا أتمنى إني أنتقل نادي العربي. قال نادي العربي يبونك، تعال اجتمع معاهم العصر. فرحنا اجتماع أنا وعبد الرحمن الدولة وجمال كاظمي، قعدنا وعرضوا علي الانتقال وأنا وافقت. ورحت كلمت نادي خيطان، نادي خيطان قال لا خلي دزول لنا كتاب رسمي. فدز كتاب وانطر وارجع وروح. تم هذا الموضوع تقريبا معلق 5 إلى 6 شهور، إلى أن رفض من نادي خيطان. بعد ما رفض من نادي خيطان، قبل لا يرفض كان في انتخابات في الأندية، فجوني الأعضاء اللي نازلين ضد نادي خيطان القائمة الثانية، فقالوا لي لا تنتقل، بعد ما ننجح احنا راح ننقلك. المهم فعلا نجحوا وانقلوني إلى نادي العربي. في آخر مباراة لي في سنة 99 جاني مدير الكرة قال لي مبروك يا كابتن نواف، باكر روح وقع مع نادي العربي. قلت له حاضر. وكان عندنا مباراة، فقال لي المدرب تبي تلعب ولا تبي تقعد؟ قلت له الحين أنا لبست ألعب. لعبت وسبحان الله في نص ساعة، أول نص ساعة إصابة في الرباط الصليبي. جتني إصابة في الركبة، أنا ما أدري شنو الإصابة ولا أعرف شنو الرباط الصليبي. فرحت باكر وقعت في نادي العربي وكنت عري. أتذكر جمال كاظمي قال لي ها عسى ما شر. قلت والله ما أدري ركبي ما أدري شنو، وفعلا ما أدري شنو فيها. بعد الفحوصات اتضح أنه إصابة في الرباط الصليبي. صدمة ما بعدها صدمة. طبعا بعد الإصابة يعني في عندك يا دكتور عندك خيارين، إما أنك تسوي العملية رباط صليبي أو أنك تعمل تمارين تقوية وتجرب، ممكن تستفيد منها ممكن ما تستفيد. فقعدت استشير على الحين. أنا آخر واحد استشرته خالد الفضلي عارس من نادي كاظمي. قلت له خالد الموضوع كذا كذا كذا، قال لي دام في مجال لا تسوي عملية، يعني جرب التدريب التقوية. فعلا جرب تقوية مدة شهرين مع كابتن خالد فضلي، وبدينا تدريبات نادي العربي. أتدرب تقوية الصبح والعصر مع النادي تدريب النادي. فشاف المدرب قال لي أنا بيك نبي نروح معسكر. قلت له أنا ما أقدر أروح وياك معسكر، أنا بقعد أقوي الركبة. قال لا 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 تعال معاي هناك أنا أعطيك تمارين تقوية. قلت له ماشي. رحنا المعسكر ما شفت تمارين تقوية، شفت تمارين زيادة وحمل زايد، ويعني لا يعني زادت الإصابة علي. فسويت عملية في المعسكر، فتح ركبة ومنظار،
بالمنظار اتضح ان القطع كامل في الرباط الصليبي. رجعت الكويت، ومن الكويت سيدة رحت المملكة العربية السعودية عند الدكتور سالم زهراني وسويت عملية رباط صليبي. فبدايتي مع العربي برباط صليبي، سبحان الله، قدر الله ما شاء فعل. سويت العملية وخلال 5 شهور رجعت وتدربت مع الفريق، والحمد لله حصلنا على المركز الثاني في الدوري. وكنا يعني في آخر مباراة في الدوري، يعني في حال فوزنا على نادي القادسية وخسارة نادي الكويت احنا نحقق الدوري، في حال فوزنا وتعادل نادي الكويت نلعب مباراة فاصلة مع نادي الكويت، ولكن نادي الكويت فاز وأخذ الدوري. السنة اللي بعدها اللي هو سنة 2001 حققنا الدوري الكويتي في سنة 2001 مع نادي العربي، وطبعا هذا الدوري سبحان الله استمر تقريبا 16 سنة، بعدين العربي حقق الدوري الثاني. المهم حققنا الدوري، والسنة اللي بعدها رحنا معسكر وكان عندنا بطولة مجلس التعاون لأبطال الدوري، وكان مشارك معنا فريق نادي الهلال ونادي محرق ونادي قطر القطري ونادي العماني، وحققنا البطولة، فوزنا على نادي الهلال في المباراة النهائية، وكان نادي الهلال يحتاج التعادل لتحقيق البطولة، احنا فزنا عليهم 1-0، وكان مشارك معاهم محمد دعيع وسامي الجابر ويعني الجمعان ولاعبين ما شاء الله، ولكن توفيق من الله حققنا البطولة وحققنا كأس الاتحاد أو كأس الخرافي في الكويت. طبعاً إلى استمرت في نادي العربي من سنة 2000 إلى سنة 2004-2005، وبعدها قررت الاعتزال، طبعاً ظروف عائلية وابتعاد عن الكرة وحكم السن. ويعني في 2005 أنا أكون واصل عمر 32 سنة، 31-32، فهذا المعدل الطبيعي والمتوسط للاعب الخليجي 30-31، ممكن يزيد شوي ينقص شوي، هذا المعدل الطبيعي. فأنا في هذا العمر ابتعدت عن النادي العربي وابتعدت عن ممارسة كرة القدم واعتزلت كرة القدم. في طبعا بعد الاعتزال كرة القدم اتجهت للتدريب. علاقتي انا مع النادي وتدريب وكرة القدم يعني مو علاقة بسيطة، يعني هواية لا علاقة يعني. فاتجهت للتدريب. التدريب في نادي الكويت، استمريت في نادي الكويت 3 سنوات. في ثاني سنة، اول سنة مع كابتن كان مدير الفني خالد احمد وعبد الحميد العسعوسي. السنة الثانية جانا كابتن عقيل مهنا، وعقيل مهنا قنع التعريف يعني كمدير فني، فسلمني فريق 95، وكان فريق 95 مواليد 95، يعني يضم اللي هم طلال جازع والشمري، أخو خالد الشمري أحمد الشمري لاعب نادي الكويت اللي اصاب بالركبة، وعزيز الهاجري، وكل لاعبين يعني استمروا نجوم صراحة. حققت وياهم بطولات في سنة 95، حققنا بطولتين، بطولة أخذنا المركز الثاني في النهائي مع الاتحاد، وبطولة اتصالات، وفي بطولة في نادي السالمية حققناها. وبعدين السنة اللي بعدها إدارة نادي الكويت صعدوني إلى فريق 17 سنة، وكان مع مدرب صربي، استمرت وياهم سنة كاملة. بعدها انتقلت إلى نادي السالمية ودربت في نادي السالمية 3 سنوات كذلك، فريق 17 سنة ثم فريق 21 و 21 دربت مع كابتن صالح زكريا، وبعدها مع مدرب سلوفاكي بوسني، مع المدرب بوسني.
جوران اسمه، وحققنا مراكز طيبه. بعدها صراحه ابتعدت عن تلي، فثلاث سنوات نال الكويت، ثلاث سنوات في نادي السالمين. طبعا الحمد لله انا يعني راضي عن مسيرتي الرياضيه، وانا انصح كل واحد وخاصه ابنائنا الصغار انه يبني له مسيره وتاريخ، ويعني بعد فتره من الزمن يشوف نفسه ويراجع نفسه ويحاسب نفسه، اوه شنو سوى؟ شنو سوى حق الوطن؟ شنو سوى حق النادي؟ شنو سوى حق الاسره اللي هو فيها؟ انه يحرص انه يسوي شيء يترك اثر في المجتمع. الحمد لله انا راضي عن اللي سويته في مسيرتي، ويعني افضل شيء انا اكتسبته من خلال هذه المسيره حب الناس ومعرفه الناس، وهذا يعني افضل من اي مردود مادي او ايا كان.